فليمارسوا فيها الرياضة، وهذا نوع من أنواع الرياضة. صحيح. ما نروح نحملة شغلة هي تخلص باليوغا وتروح تصلي. الرياضة هذه في حالة من التأمل في اليوغا، حالة التأمل احنا محتاجينها، محتاجينها فعلا، لأن لها فايدة. التأمل فيه، أتأمل في الخالق عز وجل، أتأمل في مخلوقاته، أتأمل في هذه كلها، وهذه تقربني إلى ربي، ما تبعدني عنه. لكن البعض إذا بيمارسها بشكل يعني يخدش الحياة، لا والله أنا ما قبل. يعني بيمارس اليوغا في حديقة عامة بشكل يعني مما يخالف الأخلاق العامة، صح؟ ما ما أقبله. لكن أقبله إذا كان في من خلال في بيته، في النوادي الرياضية موجود الحمد لله، وايد نوادي رياضية عندنا، ورياضة مهمة اليوم، مهمة لنا اليوم،